رجعنا طبعا، راح نعمل حاليا تنصيب للدوت نت على نظام تشغيل لينكس. حاليا انا عندي جهاز، او حاليا هي فعليا فيرتشوال ماشين لبيئة اوبنتو، اعتقد الاصدار 18.04. فنفس الخطوات، هنفتح المتصفح في حالي مثلا فايرفوكس، وهروح هروح على نفس اللينك .net. هروح على طبعا على الداونلود، ومن الداونلود لاحظوا طبعا تم يعني الموقع اوتوماتيكيا تعرف على اني على بيئة لينكس. فراح احكي له برضو بدي اعمل انا، لاحظوا هون في لينكس ما في الدوت نت، فقط دوت نت كور الموجودة. فنرجع مثلا على ويندوز في عندنا الفريمورك، اما الدوت نت فريمورك هاي فقط تشتغل على بيئة ويندوز. فهاي واحدة من الجماليات اللي شفناها في الفيديو الأولاني، الفرق بين الدوت نت كور والدوت نت فريمورك الأساسية، إنه هاي كروس بلاتفورم تشتغل على عدة أنظمة تشغيل. فنحكي له انستول طبعا ال SDK، حيودينا على هاي الصفحة. فحيطلب مني نسخة اللينكس اللي أنا أو بستخدمها، فأنا بستخدم أوبنتو 18.4، حيعطيني شوية كوماندز أنا لازم أعملها رن على التيرمينال. فلو أروح على التيرمينال، خلينا نكبر الشاشة شوي، حنصير ناخد أول إشي كوبي. طبعا أول إشي هاي بنعمل ريجستريشن لمايكروسوفت كي وفيد، ومن بعدها نسينا حرف الاس، فاحنا نحكي له سوبر يوزر دو. ف ومن ثم هنعمل تنزيل، اوكي already enabled. هنعمل بعدين update لل ABT. كان هذا ياخذ وقت شوي، لا والله تمت بسرعة. وهذا فعليا الكوماند اللي بنزل ال SDK. حيطلب منك موافقة، هذا ممكن ياخذ شوية وقت، بيعتمد على سرعة الانترنت، وطبعا على ايضا على الجهاز تاعك. فحاليا 50%، بام بام. أنا حوقف التسجيل حاليا لحد ما ينتهي التنصيب، ونرجع إن شاء الله. هون تم الانتهاء من التنصيب، فممكن نشوف نعمل كلير للكوماند أو للتيرمينال. بعدين نفس الخطوات فيها في حالة الويندوز، إذا بدنا نتأكد إنه الدوت نت تم تنزيلها ممكن نكتب دوت نت داش داش فيرجن
فهيعطينا نفس الإصدار. فخلينا نعمل برضو نفس اللي عملناه في نظام تشغيل الويندوز، ونحكي .NET New Web App، ونحكي My Web App في 1 برضو، نحكي له بعدين CD My Web App، لان نحكي دوت نت رن. فهذا حياخذ شوية وقت يمكن لانه اول مرة بنعمل بيلد. حاليا نفس الشيء، لو اضغط مثلا على نعم، طبعا هيعطيك الفايرفوكس او اي براوزر هيعطيك شوية هيعطيك وارنينج. طبعا هذا عشان السيرتيفيكت مش اوثورايزد او مش موثقة من واحدة من السي ايز المعروفين، فاكسبت الريسك. ونفس الشيء فلو نرجع نشيك هون ونمسك لحظة، لو اروح حاليا بيتم. فهذا باختصار ممكن نوقف طبعا الآن خلينا ننزل نعمل تنصيب أو نعمل installation لل Visual Studio Code. Studio Code فلاحظوا انه ممكن صفحة تانية تكون. فهون حنستخدم حيعطينا انه ايش النسخة اللي بدنا اياها. طبعا احنا في حالتنا اوبنتو، فحنزل انا طبعا انا حعمل اول شيء سيف. وبعدين open double click، احكي له install، هيطلب مني password. حاليا ممكن نشوف، لاحظ فتم التنزيل ببساطة. لو نروح نكتب كود يطلع لنا Visual Studio Code. فهذا ببساطة بين كيف انه ال Visual Studio Code Cross Platform. طبعا بعد تنصيب ال Visual Studio Code في هناك Extension لازم ينزل. فلو نروح على قائمة الـ Extensions ونكتب سي شارب مثلا، فهنلاحظ انه في عنا كذا Extension للسي شارب. فممكن ندور على السي شارب اللي هو من مايكروسوفت. فلو نضغط هون حيعطينا الـ Author او الـ Publisher Name هو مايكروسوفت، وهو عن عبارة عن هذا الاكستنشن اللي حيمكننا من انه نعمل ديباجينج و بشكل للكود. فممكن ننزله، نعمل له انستول. طبعا هذا على سواء على لينكس او على نظام تشغيل ويندوز. هذا حيخلي الفيجوال ستوديو كود حيمكنه انه يعمل ديباجينج وبعض الامكانيات اللي بتخليه يتعرف على الكود السي شارب. ف حيتم التنصيب هون، ف حنسيبه ينزل ونرجع. طبعا هيك انتهى التنصيب، ف
لو نلاحظ هون في كلمة finished، وبهيك بيكون انتهينا من تنصيب الـ Visual Studio Code على بيئة لينكس. زي ما شفنا عملنا تجهيز لجهاز التطوير ونصبنا عليه الـ .NET Core وبعض الـ IDEs المشهورة للتعامل مثل Visual Studio Code والـ Visual Studio على نظامين تشغيليين مختلفين مثل كانوا الويندوز واللينكس. ان شاء الله في الفيديو القادم راح نبتدي في اول يعني تطبيق بسيط، وراح نشرح المكونات التطبيق وكيفية التعامل معه. ان شاء الله يكون هذا الفيديو فاتكم، ولا تنسوا تدعموني بشير ولايك وسبسكرايب، و السلام عليكم.